انا التجربه تاعي الحمد لله كانت بارابور العام الاول كانت مليحه. لعبت 28 ماتش، سجلت ديبيت، ومام دوكا كنا لاعبين ديجا 3 ماتش كنت نلعب ديجا. تما الحمد لله انا فضلت نجي للشباب بلوزداد، مالغري كان عندي عروض تماك باش نمشي لاوروبا، سواء اعاره سواء يشروا العقد تاعي. شفت الرئيس انسيستا باش نجي للفريق، المدرب، وانا اقتنعت باش نجي لهنا. مام صحابي كامل الجروب كامل نعرفهم، فضلت نجي لهنا باسكو على بالي بان نحس روحي اليز ان شاء الله في هذا الفريق ان شاء الله. بيان سور شباب بلوزداد فريق كبير في الجزائر، كما كامل الناس تعرف او يلعب على كامل الجبهات، ماشي حاجه اللي راح ما تخليكش. ان شاء الله نتالقوا كما يقول لك، نخدموا ان شاء الله نكونوا ملاح سور تيران، ومن بعد يبقى هذاك شوا تاع الكوتش ان شاء الله. الا عيطنا رانا هنا، الا ما عيطناش نحترموا لو شوا تاعو ان شاء الله. الحمد لله، يعني ربي وفقني مضيت مع النادي. النادي هذا ما يعني غني على التعريف، نادي يلعب الالقاب والاهداف تاعهم باينين، سواء يعني في الرابطه الابطال ولا في الشامبيونا ولا سي سوا لي زوتر اوبجيكتيف. ان شاء الله هذا الموسم ان شاء الله يكون كما المواسم اللي فاتوا ولا احسن ان شاء الله. كما تعرفوا الانصار الجزائريه كلها يعني يتمنوا انه يحصدوا لقب رابطه الابطال. يعني هذا ما راح تكون سهله، مهمه هذه، ولكن بالتوفيق من الله ان شاء الله، وبالمجهودات تاع اللاعبين كامل والستاف تكنيك تاعنا وميديكال والاداره، ان شاء الله نسيو نروحوا الماكسيموم في هذا الدوريه ان شاء الله. المهمه مش راح تكون سهله، كاين ثلاث فرص في النادي ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله بالعمل ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله تاع النادي هذا ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله ان شاء الله.